مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج حصن نفسك. يحضر معنا هنا داخل الأستوديو الأستاذ فؤاد فرقاني الإدريسي، اختصاصي في العلاج بالرقية الشرعية والطب النبوي. أهلا بكم أستاذ. أهلا بك أختي عائشة. فاليوم بإذن الله أستاذ اخترنا الحديث عن موضوع تمر العجوة. نعم. ولماذا يكرهه الجن والشياطين. لكن قبل أن نشرع في الحديث لا بأس أن نذكر السادة المستمعين بأرقام الهاتف لطرح تساؤلاتكم. دائما يمكنكم الاتصال على 0522-36-10-36، نعيد 0522-36-10-36، ولبعث رسائلكم دائما 5566. إذن على بركة الله أستاذ، غادي نبدأ بتعريف تمر العجوة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد وعلى آله ومن ولاه إلى يوم الدين. أما بعد، جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. متفق عليه هذا الحديث. والعجوة أخت عائشة هي تمر موجود في المدينة، وكين واحد المكان يعني يسمى العالية، وهو في مكان يسمى نجد، يعني بعيد شوي على المدينة المنورة. وقيل حتى أن العجوة أنه كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس نواه بيده الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فتمر العجوة يعني هو يعني من تمور راقية، ويعني عدة خاصية في العلاج بإذن الله. وأكدت يعني الأبحاث، واحد الأبحاث اللي تقامت في بريطانيا، يعني بأن هاد التمر العجوة يعني كيرفع من واحد المادة، واحد الأنزيم كيكون في الكبد، اللي هاد بدوره إذا تعرض الجسم ديال الإنسان لشي سموم ولا هذا كيرتفع هاد الأنزيم. فسبحان الله العظيم، التمر ديال العجوة يعني كيعود يعني يضبط هاد الانزيم في الكبد. وسبحان الله العظيم يعني هو مضاد للسموم اللي كتكون داخل على الجسم ديال الانسان، سواء مأكولات او سموم يعني متعمده يعني دخلت هكا الجسم الانسان، يعني كنقولوا توكل او كذا. نعم، ان شاء الله تعالى باذن الله. نعم، رجعوا للحديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح، فيعني اصطبح او تصبح، واصل الصباح والصباح هو تناول الشرف الصبح. نعم، يعني ودخل حتى في السياق يعني حتى الاكل يعني. وكين يعني المراد يفدعو تاني ديال هاد الكلمة ديال الصباح، وهو الغابوق اغتبق شيئا، يعني الغابوق يعني كيشمل الأكل والشرب، يعني جميع الأغذية. فيعني هنا الخاصية ديال من تصبح بسبع تمرات عجوة يعني فيها واحد خاصية كبيرة. علاش؟ القول الإنسان لما يتناول التمر، وغادي نرجعوا إن شاء الله حيت بعض الناس يقول لك ودي راه واش عيط التمر العجوة، ومع هذا العلم حنا كنوجدوه هنا إلى توجد عندنا في المغرب، كيكون بثمن باهظ وقليل، وكيجيبوا بواحد أثمنة باهظة. ولكن حنا الناس إن شاء الله نطمئنوا من هذا الباب إن شاء الله تعالى بإذن الله، يعني راه ناخذوا جميع التمور إن شاء الله فيها خير. إنما الخاصية ديال التمر العجوة فيها بركة بداك البلد الآمن، ألا هو بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طيبة يعني المدينة المنورة. فهاد التمر إن شاء الله تعالى من اللي كيتناوله الإنسان، وهذا تبت بتجارب علمية وتبتوها علماء بريطان، يعني خدوا التمر وسبحان الله دي من اللي يعطوه الناس بعد الأكل ديالهم، ودز في العملية الاستقلاب في الهضم وكذا، لقوا كتحدث واحد الهالة. هاد الهالة يعني كتنبعث من الجسم ديالنا، وكتكون متى بالدرع واقي. نعم. سبحان الله. هاد الدرع الواقي هو اللي كيتبت آية من آيات النبوءة ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إليه صلى الله على رسول الله. فيعني هاد الهالة تشكل واحد الحاجز، واحد الدرع، لما يأكل يعني إنسان هذا التمر سواء العجوة أو جميع التمور. أما يعني خاصية أنك نقولوا دي التمر العجوة، هذه خاصية بوحدها يعني هو حبادة. إلا غادي ناخذه ونستعمله في الشفاء أخت عائشة، حبادة لو أخذناه في المدينة وأخذنا معه ماء زمزم، فهو غاية في العلاج سبحان الله العظيم. وقد يعني كانت تجارب لبعض الناس سبحان الله العظيم لازموا على شرب ماء زمزم في البقاع الطاهرة ومعها يعني تمر العجوة، وسبحان الله العظيم شوفوا من علال كثيرة هذه مجربة هذه المسائل هذه. ثم يعني رجعوا للهالة اللي كتخرج يعني من اللي كياكل ساكت ناول. نعم، الجسم سبحان الله. احنا نعلم الأخت ديالي عائشة أنه هذا المحيط اللي كنعيشوا فيه وهذا الكون هو حقل يعني مغناطيسي وفيه طاقة سبحان الله العظيم. نعم. تتكيف وكتكيفوا معه، وحنا عايشين وسطها، فهاد الطاقة سبحان الله تنبعث من الإنسان اللي كتحدث هاد الهالة، يعني من اللي كناكلوا التمر.
ولاش الخاصيه ديال سبعه؟ هذه حكمه يعلم والله عز وجل. يعني الجمله هذا يعني سبعه اشواط في الطواف، يعني ما بين الصفا والمروه سبعه ابحور سبعه سماوات، هذه غايات فهاد السبعه. لا زلت هاد العدد إلهية. نعم هذا العدد الرقم سبعه حير العلماء الى يومنا هذا، لكن في خاصيه عجيبه سبحان الله. اكثريه الادويه سبحان الله يمكن تناولوها يعني صيدليه وبارشادات طبيه كنلقاو فيها يعني طريقه مدير اسبوع سبحان الله سبحان الله. وهذه خاصيه العلم والله، وتاتي عاوتاني خاصيه الأربعين يوم وهكذا، ولله حكم في خلقه. ثم ابتلي هذه الهاله اعطوها الطيف، يعني الانسان اللي كياكل التمر العجوه كينبعث منه واحد الطيف يعني ازرق له لون ازرق. وهنا سبحان الله العظيم نرى ايه من ايات الله عز وجل في بعثه هذا النبي المبعوث رحمه العالمين. يعني سبحان الله ما ينطق عليه، يعني هذه الهاله ملي كتخرج وهي طيف ازرق يعني تضاد جميع انواع السحر وخصوصا سحر التخيل، لان هناك سحر التخيل، يعني اكثريه الاعمال ديال السحر كتكون تخيل وتهيئات وهي تطغى على واحد الجانب عندنا في المخ سبحان الله العظيم، فتهيئ لنا الاشياء على غير حقيقتها. فهمتي اختي عائشه؟ فسبحان الله العظيم اللي كتناولوا هذا التمر هو كيبعدنا على هذا الاحساس بهذا النوع ديال السحر وكذا، يعني ممكن. وسبحان الله يعني السحر كيطغى على جميع الالوان الا الماده ديال هاد الطيف الازرق، الازرق ما كيقدرش سبحان الله. وتبتت علميا يعني ما بقاش عندنا مجال فيها في الشك وكذا. لكن حنا اليوم ماشي بسياق يعني فوائد التمر الغذائيه وكذا، راه كلشي الناس الفوسفور والكالسيوم والحديد المنغنيز كلشي هادشي عارفينه الناس وكذا. وفوائد التمر عرفها الناس في القدم وفي الحاضر يعني حاليا، فيعني راه الناس عارفين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره تخص الحديث على التمر. لهي حنا الان تناولنا العجوه على حسب بالامراض الروحيه اللي كتناولوا في هذا السياق. نعم نعم، الا سمحتي لي استاذ غادي نستقبلوا مكالمه ديال نعم المستمع الكريم طيب من اكادير على 0522 36 10 36. السلام عليكم الاخ طيب. الو السلام عليكم. ربما فقدنا المتصل ديالنا وغادي نمر مباشره نحرروا مكالمه اخرى. عبد الله من تارودانت. السلام عليكم الاخ عبد الله. لاباس الله يبارك فيك عبد الله. الحمد لله. نعم تفضل. شكرا على البرنامج ديالك. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. عفاك استاذ بغيت نسولك على شي اعراض كيدير الخضره ديالي اذا ممكن تجاوبني. مرحبا. عندي اختي عندها 18 عام دابا حاليا هي مطلقه ومن فوق كانت كتحس بشي الم في الراس وهكا وثم ماشي هي هذيك ديما مطلقه ديما. نعم. عرضنا على واحد راقي. نعم. قال لنا راه عندها سحر يعني قال لنا قلنا له حالا راه هي في نزاع مع رجلها يعني في المحكمه اصلا. قلنا عندها سحر في الطريق ولا ما عرفتش هذاك الشيء. قلنا راه يعني الا ما تفرعش راه دابا غنحيد لها السحر وممكن تبقى تشوف رجلها نظره يعني هي كانت صافي ما تشوفهاش. حيد لها السحر؟ نعم. يحيد لها السحر باش تبقى تشوف؟ قلنا لا راه غندير لها الرقية وغيبقى يعني ما تجربوش في الوقت راه إلا دارت الرقية راه غتولي بخير راه ما تبقاش هذا بعيد. يعني العلاقة بينها وبين الزوج ديالها. نعم. بينها وبين الزوج ديالها. يعني دارت الرقية ولات بخير الحمد لله، ولكن يعني ذوك الناس يعني ما مزيانينش بلا ما ندخلش بالتفاصيل. نعم مش مش صافي اضطروا أنهم يرجعوا من الطلاق تما هكا، ولكن واخا هو أكد لينا قلنا راه يعني ماشي خاطرهم هما دايرين هكا راه عندهم شي حاجه. وهي دارت رقيه ولات بخير الحمد لله، ولكن يعني قال لها نهار تحت شي حاجه عطاها الماء وورقه السيزر يعني. نعم نعم. السؤال يا اخي اش بغيت؟ السؤال ديالي هو ان اللي مات بحال حتى تفرغ على شي حاجه ملي كتقراها صوره كتبقى راه كتحس براسها كيضرب بزاف. نعم نعم. شوف الاخ الكريم، الاخ الكريم هي حديثه عاهدين بالطلاق ديال الرجل يعني قريب باش حدث لها الطلاق. يعني جديده. واخا خويا تسمع الجواب ان شاء الله تعالى باذن الله. نعم مباشره غادي نحرم مكالمه اخرى دائما على 0522 36 10 36. عبد الله من مدينه فاس. السلام عليكم الاخ عبد الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك اختي؟ لاباس الله يبارك فيك الحمد لله عبد الله. استاذ لاباس عليك. الله يطول عمرك خويا. اش نقول لك استاذ والله كون كنت حدايا تنبوس لك راسك. والله وانا كذلك نقبل لك راسك اخي وانا كذلك وجميع المستمعين. عرفتي علاش؟ لان الكلام ديالك سبحان الله العظيم تيوصل للقلب. استغفر الله. هذا دليل بانه ينبع من القلب. الله يطول عمرك اخي. وهذا ذوق منك يا اخي. نعم. لا اقسم بالله على هذا الكلام والله شهيد عليك. الله يفتح عليك يا اخي. بغيت نقول لك هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى من ناحيه اخرى انا وليت نشوف بزاف هاد الايامات البيات
نعم والمورا نعم. واخر مره بانني شفت بانني حاولت نقتل واحد البيه يعني وضربتها جوج ضربات يعني وهربت وشفت بانني هربان خايف منهم وتنقرا فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون حتى الاخر وتنقز عليهم يعني تنجري وتنقز فوق منهم وهم مجبدين في الارض يا الهي يعني قلت واش هذا الشيء من شي شي شيطان ولا شي ناس ولا شي حاجه نعم يا اخي وصافي نعم وتنشكر الشكر لله موصول بكم الاخ الكريم بغيت نسولك نعم واش يا اخي ان شاء الله تعالى عندك شي يعني كدير شي ذكر معين ما عنديش شي حاجه مرسمه ولكن لا يعني ما كاينش عندك شي طريقه او شي وظيفه عن شيخ فلان ولا كذا لا لا لا, لا الحمد لا لله لا. الحمد لله واخا ان شاء الله تعالى نجاوب خويا ان شاء الله نعم نجاوبوه الان يجاوبوا ما كنت تفضل الاخ الكريم ان شاء الله ما يتخوفش ان شاء الله يعني نقول له ان شاء الله له عمر مديد ان شاء الله حتى يزور بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الكعبه بيت الله عز وجل وان شاء الله تعالى نبشره خير ما يخاف حتى حاجه وراه سبحان الله العظيم الرؤيه راه تفسر نفسها هو يعني ان شاء الله قوي والايه اللي ذكر افحسبتم انه سبحان الله العظيم ما عندوش العبثيه في الحياه ديالو ان شاء الله تعالى وكنقول لك اخي استمر على المشوار ديالك يعني في العباده وكذا واسال الله لك التوفيق ان شاء الله سلام وما يخاف من حتى حاجه نعم غادي نمشي وكذلك نقراو الرسائل اللي كنتوصلوا بها دائما عند المستمعين والمستمعات نعم. على 5566 سلام الشيخ وعليكم السلام ورحمه الله السلام. نعم انا جليله عندي 34 سنه ما عمرني تخطبت عافاك بغيت شي دعاء الله يجازيكم بخير والرقيه كذلك عافاكم بالتفصيل وغير بشويه اختي يعني بغات ربما تسجل او تدون هذا الدعاء هذا ان شاء الله نعم واخا الاخت عائشه يعني الاخت اللي قالت يعني ربما نسبقوا السؤال ديالو ونرجعوا للاخ الاخر نعم. الاخت يعني ان شاء الله انا كيف ذكرنا جميع الحلقات كنقول له ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين والاستاذ سجيد راه ذكر فيها البارح ان شاء الله استفاد في المساله نعم. ولكن انا اعيد ان شاء الله مره اخرى يعني راه المفهوم ديال ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين يعني راه معروفه ان شاء الله انت تلتجئ الى الله عز وجل تساله ان يهب لك الجو الصالح أو الدرية الصالحة هذا هو مفهوم ديال الدعاء وحباد عاوتاني لقرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كان أولى وأجدر يعني شوف يعني باش ملتجئنا إلى الله لكن خدينا هذه الآية لأن الله عز وجل يعني ذكرها نبي الله زكريا كيفاش كذا وكذا فنلتجئ الله عز وجل بهذا الدعاء لا أقل ولا أكثر والله يهبك وإن علم الله فيك يعني خير يعني في تقبل الآية واستشعار أن الرحمة من الله عز وجل وأنه هو الذي يهبه غادي يوهبك ان شاء الله تعالى باذن الله عز وجل والرقيه راه معروفه انا كنقول لكم يعني ما تكتروش على نفسكم راه فاتحه الكتاب رقيه فاتحه الكتاب هي السبع المتاني وراه هي رقيه ما شاء الله يعني ثم الاخ اللي كان سبق ترودنت كان ذكر اختي اعراض ديال الاخت ديالو كذا فكنقول كاين الحالات نفسيه تصاحب يعني المراه عند الطلاق ويعني راه سبحان الله عظيم المراه ولو احيانا تطلب الطلاق لما يعني يقع عليها ظلم وجور من الرجل لكن ملي كتوصل عند القاضي وكذا وكتفاجئ نيت كاين طلاق حصل فيعني سبحان الله تنهك نفسانيا وكتصدم وكذا ولو هي كانت طالبه يعني المراه كيف كتفرح يعني اول مرة غادي تجوج راه كتكره تسمع اخر مرة انا غادي نطلق نعم. هذه مسألة نفسية ربما تكون عندها مضاعفات والقرآن هنا إذا ذهبت إلى الرقي إن شاء الله كيرفع من المعنويات ديالها ولا هذا الشك أنه هذا الذي حصل للأخت ما كانش عندها شي لبس ولا كذا فإذا يعني غادي نبداو نقولوا راه تقسوا ولينا غادي ندخلوا في واحد المتاهات نقولوا عائط الرجال ولا شي وحدة ولا كذا فنخرجوا من هذه المتاهات راه غيدخلنا إبليس لهذا المشكل والعياذ بالله فبالتالي هي دارت الرقية ارتاحت نفسانيا هذا الحمد لله وشحال ديال الناس راه طلقوا ورجعوا ان شاء الله تعالى اسال الله عز وجل لك اللي خير في هذا الرجل الله يجمع الشمل ديالو ان شاء الله امين للمسلمين جميعا سؤال اخر دائما لتوصلنا به في هذه الرساله اللي غادي نقراها الان سلام عفاكم بغيت تفسروا لي الى عطاكم الميت شي حاجه في الحلم يعني ماشي واخا نخليوها له باش الناس ما يبقاوش هذا شوفي الميت يعني يقولون في المنام يقولوا السادة يعني اللي كيفسروا وحنا انا كنقولوا الرؤيه راه انتهت عندنا سيدنا يعقوب ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو يؤول فهمتيني وابن سيرين يعني الشهادات هكذا وخذا يعني استنبط كل التفسيرات المناميه من القران لكن المساله اللي باغي نقولوا هنا يعني ما ندخلوش في العراك غير هاد الناس اللي كيشوفوا الميت وداهم شي حاجه في المنام ما يخافوش بخلاف الا خدا منهم
بخلاف هذا بحيث عاوتاني ليش تمنامه والميت كي ياخذ مني ولا خفت ولا كيقول لك الناس طاحوا لي دراسي ولا عاوتاني جا الميت سلب مني شي حاجه ولا كذا فما تخافش دور على اليسار ديالك ونفت هكا كانك تبصق ثم قرا المعوذتين وآية الكرسي وقل اسال الله خيرا واعوذ بالله من شرها فانها لا تدرك وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنشكركم بزاف بغيت نعرف الفرق بين الحلم والرؤيا كيفاش نميز بينهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا من الإشكال كين الرؤى في ثلاثة حديث ونفس وحلم من الشيطان ورؤية من الرحمن فما سرك فما هو من الرحمن وما يعني أحزن خاطرك وكذا وشوش عليك رأوه من الشيطان استعد بالله كما قلنا آنفا والسلام عليكم وكين الحديث ونفس راه الحوايج اللي كنعيشوا في عالم اليقظة راه كترجم في العقل الباطني نعد المنامات رسالة أخرى الله يجازيكم بخير بغيت نعرف واش اللي حلم وهو فيه الجنابة واش الحلم ديالو دايز إن شاء الله غادي يكون على الطهارة دائما وحنا مقسولون على الحلم إن شاء الله صحيح لست بمؤول الأحلام. نعم السلام أنا سمية من دار البيضاء كان أسول فضيلة الشيخ على أي نية سمية فكنطلب منك تعاودي تبعتي لنا بالرسالة فالكتابة في هذه الرسالة غير واضحة وشكرا لك إذا وصلوا الحديث ديالنا الأستاذ نعم. الفاضل فؤاد على فوائد التمر العجوة نعم أخشي بعد ما ذكرنا على فوائد العجوة وربما احنا ما استفدناش في عير نظرا لضيق الوقت احنا كنقولوا عير نوع الرجو نوع الرجو على مراحل فقط رجوع التمر الناس باش ياخذوا كاع التمر إن شاء الله تعالى أنا سأقول الناس في حالة السحر ملي كيكون عندهم أو غير السحر لأنه جاء حديث اخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيت الذي ليس فيه تمر اهله جياع ولو يكون عندهم جميع انواع واشكال الاطعمه في البيت فهم جياع علاش من الخواص اللي كيفتقروا في هذه الماده اللي كتكون في التمر سبحان الله دي. والتمر سبحان الله دي مات الشجره المباركه فيها كل خير النخله حتى ان ورد انه جاء في بعض الاثار انه احد الصحابه كانوا يحبوا امه حبا جما وكان يعني بارا بوالدته فيعني سالته يوما باش يعطي يجيب لها جمار النخل والناس اللي في الجنوب كيعرفوا الجمر ديال النخل هو غالي باش تحصل عليه خصك تحطم يعني النخله كلها وتاخذ من القلب ديالها وفي خواص هي اللي رفع يعني المعنويات عند الرجل وتكسير المبايض عند المراه ويعني فوائد كي حنا ماشي في هذا السياق الان مي كنقولوا حنا هاد سبحان الله صاحبي باش اشترى هذا برا بوالدته يعني القدماء هما كانوا كيعرفوا خاصيه ديال التمر فالتمر سبحان الله بصفه عامه يعني وقعت واحد الابحاث في المعهد البكتروليولوجي في المركز العراقي بالتعاون مع وراء في منظمة الدولة يعني منظمة المنظمة الصحة العالمية اش وجدوا خذوا يعني هاد البكتيريا ديال اللي كتكون موجودة في الهيضة هي الكوليرا ويعني وعفنوا هاد التمور بزاف بهاد البكتيريا ديال الكوليرا والعياذ بالله وسبحان الله العظيم وخذوا ثلاثة الأنواع اللي هي يعني مرتفعة في العدوى فسبحان الله العظيم دس سويعات يعني قليلة ست ساعات او كذا لقاو تبادت هذه الجراثيم كل هذه البكتيريا مشات يعني بهذه الخاصيه وهذه الماده كتعود الماده ديال التيتانين اللي كاينه موجوده على السطح ديال التمره وحتى في اللب ديالها سبحان الله فهي مضاده للسموم وكذا باذن الله عز وجل وحتى الناس ياخذوها هنا غير الا خدينا التمر دائما ناخذوه بويتري ناخذوه بثلاثه بخمسه بسبعه فيها خاصيه وحتى الناس اللي ما تيعانيوش من يعني ارتفاع السكر بزاف عندهم واحد النسبه قليله راه الا خداو مثلا جوج تمرات ممكن يرفعوا من حده السكر الا خداو ثلاثه لا سبحان الله خداو خمسه لا ما كنقولش الناس اللي عندهم كيديروا لانسوا يمشيوا ياكلوا السكر انا ما قلتهاش غير كنقول لك الناس اللي يلاه كيتخوفوا شويه الا خداو ثلاثه الحبيبات او حبه واحده ما فيش مضاعفات باذن الله عز وجل ما فيش باذن الله احنا مستمعينا الكرام مازالين مواصلين معكم في انتظار رسائلكم طبيعه الحال ومكالماتكم دائما على 05 22 36 10 36 ورسائلكم دائما على 5566 السلام انا عبدو من تماره انا شفت البحر هايج على اي كيف سبق وذكر الاستاذ الفاضل فؤاد فاحنا ما كنفسروش الاحلام اللي عنده شي سؤال كل ما يتعلق ب الرقية الشرعية وطب النبوي أهلا وسهلا بتساؤلاتكم رسالة أخرى أنا عمار من الدار البيضاء عفاك عندي الزوجة ديالي كتطيح وكتركل بزاف وكتخرج نعم
و يعني كتخرج كتكون جامي فمها وكتسمع اصوات مزعجه وملي كتفيق كيضرها راسها بزاف. الله يجازيكم بخير. شنو نعمل؟ هاد الاخ كنقولوا له خصو هذه حاله صرعيه يعني ما نقدرش نقول فيها لبس او كذا يعني مس. فغادي نقولوا لهاد الاخ يعني يرجع للطبيب. هنا الطبيب كيحدد اذا كانت الحاله ديال الصرع كتفوت واحد عده ثواني او دقائق فهي كيرشحوها، ولكن كتكون باستمرار هي كتكرر فهذا كيعود عندنا حاله صرع. صرع يعني كهرباء زايده في الدماغ، كهرباء زايده في الدماغ كتحدث تسنجات وكذا تقلصات في العضلات وكذا الى اخره. فيوقع من ابتداء كيبدا الانسان كتجي واحد الزغلاله في العين ديالو، ثم دوار شديد دوخه، ثم من بعد يعني تنمر في الاطراف، ثم يعني كيتسنج كله كيتعوج. فهاد الحاله كتسمى حاله صرع وكتمعروف في القدم، وهي اللي ذكر الله عز وجل في الايه الكريمه ما غاديش يرجعوا نظرا لضيق الوقت. فيعني هاد الحاله ديال الصرع الطبيب ملي كيشوف شحال ديال الوقت ديالها، إذا كانت بثواني كثيرة أو كذا هو اللي كيحدد، فكتكون حالة صرعية. إذا كانت عي كتجي نوبة قليلة يدير الرقية، إذا كانت بحدة يعني وكتكثر خصو يمشي للطبيب ديال الدماغ يعمل الشبكة أو سكاني، وراه هو الطبيب مختصر اللي غادي يحكم معاه في هذه القضية إن شاء الله. إذا ما كانش لي عدة ثواني وكانت يعني عير مرة تجي وكذا، ربما حتى الحالة ديال ضيق التنفس، الحالة العصبية، الحالة انهيار العصبي تحدث هذا الصرع. نعم تناول الشفاء للجميع. وفي كلتا الحالتين يدير الرقية إن شاء الله يلقيها راه فيها خير إن شاء الله يكون خير إن شاء الله. أنا حنان من مدينة فاس، ديما ملي كنكون ناعسة شعري كيطيح ليا، وجهي فيه سواد في الليل في الخدود، كتقول كذلك تضيق بي الدار، انا مجوجة وعندي ثلاثة الوليدات. كتكون مسكينه في الدار وتتحس بضيق وكذا. نعم، وكتقول لك انها كتشوف سواد في الخدود ديالها وشعرها كيطيح. نعم هاد السواد الله اعلم يعني ربما السواد في الخدود ما عرفتش، ربما هادو الهالات اللي كيكونوا تحت الجفون. نعم قصدات بهذا ربما الا كادوك السواد تحت الجفون هذا كيكون تابع للسهر بالليل، الناس مثلا كتبقى الاراق البكاء كذا ممكن يحدث هاد الاشياء. الضيق اختي ديما الناس اللي كنسمعهم اختي عائشه كيكونوا في البيت ومكبوسين حتى كيخرج كيتنور، فعلا هذا عامل كبير، هذا عامل نفسي. وثم يعني القهر المرأة يعني ما تتعرض عليه. انا والله كنت جاي دابا الان الاذاعه المباركه نشيش فيها الحصه، طست عليا الاخت والله ادمت قلبي يعني سبحان الله العظيم. والله يا راجله يعني جعل في بيت كان سجن سد عليها واحد الحاله وتوترت الحاله، فهذه حاله نفسيه وغادي تصير والعياذ بالله وتعود مضاعفه حتى يديها يعني مستشفى الحمق والعياذ بالله. فانا كنقول الناس يرأفوا بهذا، استوصوا بالنساء خيرا، اتقوا الله في القوارير، استوصوا بالنساء خيرا. الله الله في النساء وما ملكت ايمان، هذا اخر قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفض انفسه الطاهره صلى الله على رسوله. فظلم الرجل وجبروت ديالو كيوقع، وسبحان الله كنمشي عند الرقات وحتى الاطباء النفسيه علاش كيقولوا الرقات حيت علاش نظرا سبحان الله العظيم راه الناس ما عندهمش التكاليف الباهظه ديال هاد الراديوات وكذا، مساكن ما عندهمش. انا احبط الطب دائما، ولكن الناس مساكن كيقهروا ما تشارك يرجعوا للراقي لان حصه ب 100 درهم ولا 200 درهم لا تساوي شيء، فبالتالي هو كيهرى على الطب وسبحان الله يجد المكمن ديال المرض ديالو تما والشفاء ملي كيرفع المعنويات ديالو كذا. نعم. المرأة كتخرج سبحان الله كتلقاها عند الراقي او كذا حتى الطبيب النفسي كتفرغ كتفوش كتخرج، فسبحان الله مقهر الرجل. وبالتالي كتعود كتدخل المرأة كتلقى بيتها ما شاء الله مفرش مقاد كذا، ولكن هي عاد فيه لا تطيقه. حتى ما كتطيقش تلك او كيقول لك واحد راه عملوا لينا وداروا لينا. يا اخي الكريم راك انت اللي عملتي وسويتي في ولادك وفي جوجتك. واتقوا الله عز وجل في النساء. هذه البنت عاوتاني انصحها تقرا سوره يعني يوسف، فهي مجمه للفؤاد، واقول عليها بالتلبينه ان شاء الله تعالى مزيانه لها الحاله النفسيه والضيق ديالها. واسال الله ويخف بما بها، وراه ما عندهاش شي لبس الا يعني عن طريق البشر والعياذ بالله ان شاء الله. يا رب نتمنوا لها الشفاء العاجل يا رب. غادي نستقبلوا مكالمه استاذ على 0522 36 10 36. الأخت صفاء من أكادير، أهلا بك صفاء. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن بغيت نعرف من الشيخ أو أستاذ أختي. نعم؟ أستاذ، نعم أستاذ لست شيخا. نعم أستاذ، نعم أختي. نعم أختي. نعم شي علاج فعال للعين ولا شي حاجة؟ لأنه أنا تنعاني منها لدرجة غير مثلا تقول لي عينك زوينين يعني ما شاء الله. شي حاجة يعني شي حاجة كنشوف أنا فعليا ما بقاوش مرض، رغم أنني كنمشي عند الطبيب ديال العينين تقول لي ما عندك حتى شي حاجة. وأنا عندي في عينيا دابا بحال خيوط ديال العنكبوت تيضروني. يعني أي حاجة قالت لي فيك زوينة صافي الغد تتمشي، رغم أنني كندير الأذكار وتنقرا وما عرفتش علاش. التساؤب والعياء والكسل والتنميل، غير مؤخرا تندير بيت مرقي بعدا
قريت في سورة البقرة ما كيبقاش فيها داك التنميل، ولكن غير بمجرد انني ما نديروش نهار صافي كيعاود يرجع ليا التنميل والنبض، يعني في كل مرة النبض كل مرة شي بلاصة في الحلم كتبدا تنبض بحال شي قلب كيبدا ينبض. نعم اختي، الاسم كريم اختي؟ صفاء. صفاء واخا صفاء اختي عطيتيني سليله من باش نجاوبك سله ديال الحوايج اللي نجاوبك، ولكن بالتالي غادي نبدا الا بقيتي في الاستماع ولا سوا. يعني المساله الاولى ديال هذا العياء والتنمر كذا، انا قلت لك دائما كنعوزوا هذه المساله لهذاك الا ما كانش عندك مشكل في الصفائح الدمويه، بحيث كتفيقي مع الصباح ولا بعض المرات كتلقاي كذا مت في يعني في السيقان ديالك وفي الفخاد وفي الدرعين ديالك وهذا، هذه عندك مشكل يعني في الدوره الدمويه. الا ما كانش كترجعي كديري التيست على التحليل على المنغنيز والبوتاس وكذا، حتى هاد المسائل تيديروا هاد الحاله الضيق التنفس وكيديروا العياء وكذا. الحاله الاخرى اللي ذكرتي ليها هذه احبدها يعني، وكان الخصاء انه حاله عين حقيقيه، وهاد حاله العين كنقول لك هي طاقه خروجيه يعني شرور من نفس اللي كيكون فيه الحسد او كذا، كتخرج وكتنبعث للطرف الثاني وتؤثر عليه. وسبحان الله وجود انه هناك افاعي ما كتعدش الانسان بالنياب ديالها، لكن مجرد نظرة تسممه هي موجودة الآن، موجودة ومعترف بها موجودة، يعني بمجرد نظرة تسممه من هنا طلق العلماء أن للعين حق أن عندها حقيقة. فهاد البنت تقرأ المعوذتين دائما، وانا كنقول حتى التمر سبحان الله العظيم خلق عندها هذه الهاله، الا كان دائما ولو كل يوم التمر، كنقول لك البيت الذي ليس فيه تمر اهله جيع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تاخذ ديما ثلاثه الحبيبات ديال التمر، الا قضيت على خمسه دايره ما كاين حتى مشكل. وكاين بعض الناس اللي كيسبب لهم واحد شويه الحرقه في المعده ياخذوه مع الماء او الحليب ولا كذا، يعني ما ياخذوش غير هو بوحده هكذا، كاين الناس اللي كيكون عندهم الحساسيه هكذا. فيعني هاد الاخت دير معوذتي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعود المتعوذون بمثلهما. ثم اختي انصحك الا كان عندك الاستطاعه والكمأة، وهما الناس راها يعني بزاف ناس ما تعرفوش شنو هي الكمأة، وهي في الطب النبوي سنتعرضوا لها في الحلقات ان شاء الله الاتيه. الكمأة هي الترفاس، هي مفيده سبحان الله العظيم للعين، تجلو البصر وتحد منه، وحتى هذا الشيء اللي كتقول كيطرقص لي شي حاجه او بحال الخيوط او كذا، سبحان الله هذه ملي ما عندها جفاف في العين، وهي راه كتقول رجعت على الطبيب وما قالش لي هذا الشيء، وكاين يعني كاين جفاف في العين الدمعه ما كتبقاش او كذا، هي ما عندهاش ربما باقا صغيره او كذا، كيكونوا عند الناس اللي كبار في السن. فتاخذ الكمأة وهي راه شويه كتسوى شويه الثمن، ويحضيو منها راه كيغشوها الناس بالبطاطا لانه كتكون هي من الاطربه بزاف، وراه هي عندنا الحمد لله بكثره في غابه معموره موجوده، وكاين مناطق اخرى، فإلا خذتها راه كتكون في مارشيات اللي كيكونوا كبار الناس راه كيخضروا بها وكذا، سبحان الله المفيده. وهي تؤكل في هذه الايام يعني عن طريق الاكل في هذه الايام اللي كيكون البرد الحال، بحيث في الصيف لا انصح بها لانها سخونه بزاف. ثم كتخاد وراه عندها طريقه، يعني ما غاديش نقدر يعني غير نقول لك وحده، راه كتغسل مزيان تحط في البانيو ديال الماء كتطلق داك التراب، من بعد كنقطو نعصروا ليها الماء، او كاينه طريقه واحده اخرى كنسلقوها ونخليو داك الماء فيها، وهذاك الماء هو اللي كنعاودو نديرو بحال تقاطر سبحان الله مفيده. وحبذا الا قرات عليها المعوذتين فهي نافعه باذن الله ان شاء الله. نشوفوا ولا مازال معنا الاخت بشرى من وجده. السلام عليكم بشرى. الو السلام عليكم بشرى، لاباس عليك؟ سلام ورحمه الله وبركاته، كيفك دايره؟ مزيانين يعزك بخير اختي. استاذ بغيت نسول الاستاذ على واحد الموضوع عندي. نعم تفضلي. استاذ انا عندي محل ديال التجاره. نعم عندي محل ديال التجاره، كنبيع في الملابس الجاهزه وهذاك الشيء. نعم وما غادي نقولوا شي 6 سنين دابا كاع وقع لي كساد، وقع لي دابا راه يوقف على الافلاس كاع. نعم شنو غادي كيقولوا لي عين شوف لي هادي دابا. نعم بغيت نعرف واش ندير شي، واش نقدر ندير شي رقيه واش هذه. واخا اختي انا نسولك، هذاك المحل جا في بلاصه استراتيجيه يعني محيط ديالو دواز الناس كيدوزوا عليه كذا هذا؟ شو لا لانني في نفس المحل كانت عندي مزيان التجاره نهار. لا انا اسالك حاليا واش الموقع ديال المحل ديالك جا في موقع استراتيجي؟ شويه شويه مع انت الاخت حس يعني خلال السنين السنين كنا يعني باقيين في 2000 وشي حاجه، دابا حنا هاد السنين ممكن كتبدل المناخ ديال المنطقه، تسدت عليك زنقه، كان شي حاجه كنقول حقا تبدل لان احنا اقتصاد ديالنا مرتبط مع اوروبا وهذه هكذا، هذا هو اللي كنسولك عليه، حيت علاش غير باش نوروا لك البال ديالك وما يكذبش عليك شي واحد ويسرق لك مالك، غادي يبدا يقول لك راه عندك وداروك في العتبه وحيت دفنوك في الروده المنسيه وداروك وكذا، هذا هو اختي اللي نقول لك انا ما كنصدقش بهذه المسائل. ولكن
شرعيه صح. نعم اختي، ولكن من خلال السؤال ديالك يتبين انك عندك حراج وشاكه في حاجه، ما نكذبوش على راسنا. فبالتالي الاخت ديالي الله يخليك تحاولي هذا المكان ديالك. انا كنقول لك صليتي الصبح ديالك ودرتي سبحان الله العظيم وبحمده 100 مره فهي مجلبه للرزق، ثم بالتالي قري ما تيسر من القران، ومن اللي تدخل للمحل ديالك الدكان ديالك هذا يعني تقري آية الكرسي والمعوذتين وتباشري العمل ديالك. وإلا كانت اختي معوقات أخرى راه ما كاينش هذاك، ولكن نقول لك وفي السماء رزقكم وما توعدون فهو رب السماء والأرض إنه الحق مثل ما ما كاينش شي حاجة اللي غادي تمسك عليك رحمة الله عز وجل. إذا قدر لك الله الرزق ديالك تصرفيه في شحال من مليار في الحياة ديالك، هل يحبسه حرص وحارس ولا كيدو كائد؟ حاشا لله، الرزق هو الرزق والعمر هو العمر، ولا ينتهي الرزق حتى ينتهي الأجل دائما، وما يسالي عاوتاني الاجل ديالنا حتى كينتهي الرزق ديالنا. وثقي بالله عز وجل. نعم ونعم بالله. نعم. اذا غادي نمشي استاذ وغادي نقرا رسائل اخرى. الله يجازيك بخير. كيفاش نستعملوا الصمغ العربي ونصحنا استاذ بشي اعشاب مفيده؟ الله يكثر خيرك. محمد من مدينه فاس. ما واخا نقول له الاخ الكريم من مدينه فاس، الصمغ انا قلت له يعني الصمغ فيه خواص كثيره عجيبه. انا يعني غير على اول شيء من الخواص ديالو انه 90% كلها الياف. نعم. وكفى. يعني كيفوت التفاح 12 مره في الالياف. نعم. يفوت اللبن الحليب اللي كنشربوا هو عشرات المرات مضاعفه سبحان الله العظيم. وكان الله عز وجل لمنا كنا اجينا في بطن الايام وخرجنا لهذا الوجود. نعم. كنا كناخذوا التدي ديال الامهات ديالنا، ومن اللي كبرنا وشد العضو ديالنا ناخذوا الحليب اللي هو التدي ديال الشجره اللي كيخرج منها هذا الصمغ العربي سبحان الله العظيم. نعم. فهذا الصمغ راه مفيد بزاف، مزيان حتى للسرطان ديال المستقيم، مزيان الناس اللي كيعانيوا من امراض الكبد، مزيان الناس اللي تيعانيوا من الامساك الحاد، لانه سبحان الله كيمشي بشويه بشويه كيعطي ذوك الالياف وتيخليك الانسان يمشي يعني يتبرز بسهوله. فيه فوائد كثيره لا تحصى. ما يعني ان شاء الله تعالى راه انا قلته، انا ماشي كنقول لك يعني شي خاصيه من الامراض الروحيه، انا ذكرت عند الناس اللي كيديروا الصفراغ اللي كيكونوا واكلين سموم باش يعوضهم في هذاك الجفاف ديال الامعاء، حيت كيعود عندنا لا ديغي وكان هذاك، فكنعوضوا ذوك الالياف اللي نقصت لينا بالصم العربي. عوض مثلا انسان كيبقى كيدير لا سوب وما يوقعش للوقت كيدير هو، وما يعني راه هو غلى من لا سوب الا درتيها بعد هذا. نعم. ان شاء الله والله يجيب الشيء في الجميع. امين يا رب. نبقاو دائما في مدينه فاس. وهاد المره عند المستمع سعيد اللي كيتسائل كيقول ملي مات الوالده عندنا ولا عندي اختي في دارها وهي كتخاف وكتخيل شي حاجه خارجه عندها من ذاك البيت تاكلها كتقول، ويديها تتنمل ليها وكت كترعد بزاف. نعم اختي، هاد الاخت من حول السؤال اللي تقول الاخ والله تعالى اعلى واعلم انه عنده حاله اكتئاب، وربما كان قال في السؤال انه كانت مات شي قريبه لها الوالده ديالها او كذا. نعم الام ديالها. نعم نعم صحيح. نعم وهذا يعني يحز في النفس يعني سبحان الله. نسال الله ان يرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين. وبالتالي خص السيده تعرف ان الله عز وجل يعني سبحان الله العظيم كانت واحد المراه الاخت اللي كانت في السماع يعني ربما تفيد ان شاء الله. كان مره رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبره فوجد فيها امراه تنتحب على ولدها وتلطم وجهها وكذا وكذا وتشق جيبها وكذا. فقال لها يا امه الله اصبري ولك الجنه. قالت اليك عني يعني بعد مني، وهي لا تدري انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها يا امه الله اصبري ولك الجنه. فلم تصبر بعد مني، وهي لا تعرف انه رسول الله. فيعني احد الذين كانوا مع رسول الصحابه قالوا ويحك يعني واش ما عرفتيش هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهرعت وراء رسول الله لان رسول الله ولا وتركها. فقالت يا رسول الله اصبر لي. قال انما الصبر عند المصيبه الاولى. فصدق رسول الله. فنرجع الى القران وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ماذا هاد الناس شنو جزاء؟ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون وتكتب لهم الهدايه في الدنيا والاخره. هدايه الدنيا كيف؟ ها هي هاد المراه اذا جاءنا مصاب جلال الحمد لله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه ابراهيم وسبحان الله اخت عائشه يعني يموت الجنين هو بطن امه ارحم. ولكن من اللي يموت الجنين وهو سبحان الله عنده صغير وبدا تيحبو كذا ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدا يعني ولياده كيلعبوا كذا فسبحان الله كيكون هذا الوليد عزيز ولا هذه البنيه. فغادي توفى في هذه المرحله ديال هذا السن المبكره وله من المعزه في قلب رسول الله ما لها. فهنا يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له احد الصحابه اتبكي يا رسول الله انت يا رسول الله؟ قال ما هي علاش ما نبكيش؟ انما هي رحمه مهداه ان القلب ليحزن
وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولكن لا نقول ما يغضب ربنا وإن لله وإنا إليه راجعون. باللي كنقولوا هادي وكنستشعروا أن الله عز وجل راه هذيك أمانة كانت بيناتنا وخداها وسأخذ حتى أنا غادي نمشي من وراه وانت إن شاء الله بعد عمر طويل المستمعين جميعا راه كل شوف الموت حتم علينا من لم يموت بالسيف مات بغيره الموت كل نفس ضائقة الموت. خصنا يكون عندنا استعداد أرى سبحان الله هذه مش حال ديال الناس كتجيهم هاتف وكاين الناس اللي ما كيعرفوش يوصلوا سبحان الله غفر الله ولا ألو فلان أرى ما تبك استغفر الله يا أخي السلام عليكم كي داير أخويا بخير كذا إلى مقدمات نمهد باش أرى غادي نشوكيه أرى غادي نعطيه صدمة والعياذ بالله ما يخرج بحال كيف كتبان هاد الأخت كذا فديما نتبتوا الناس ونقول له إوا سيدي إلا حطك شي إنسان خلاك عندك شي أمانة وش بغي يديها بطبيعة يقول خصك تعطيها لي والله عز وجل بغى الأمانة ديالو أعطينا فهنا قل إن لله هنا فيقول إن لله فهنا شفاء للحالة النفسية اللي غادي نشوفوا انطباع ديالها إلا ما قلناش إن لله هنا يراجعون. فهذه الأخت خصها يعني مرشد اللي يكون نفسي اجتماعي أو طبيب أو لا هي تذكر الله ويذكر بعد الإخوة الصالحين ويرفع منه وغادي تشفى بإذن الله عز وجل. نعم ولله ما أعطى وما ما أخذ وكل نعم. شيء عنده بمقدار. نعم السلام عافاك يا أستاذ أنا عندي السحر وكندير رقية مرة كنستغفر الله سبحانه وتعالى عندي حالات تيجيوني جوج مرات في السنة وحسب الشهورة وجهي كي خياب وعيني كي تنفخوا ليا سبحان الله. نعم الاسم هنا يا ما نذكرش على عين نعم. فهدي حقا الأخت عائشة ما قدرش نقول لها الأخت ولكني كتقول عدى السحر أنا ما عارفش كيفاش يكون عدى السحر كيفاش عرفته وهكذا. أول شيء إذا حسينا أنا قلت الخشيرة دائما الناس اللي كيتبعوا الحلقة إن شاء الله تحنا هكا نوره أنا مشيت يعني تندخلوا الناس متاهات أنا سنقول بإذن الله عز وجل جئنا لهذا المنبر اللي تنور الناس نعم. وحنا يعني والله بغينا الأجر عند الله عز وجل ثم يعني هذا البنت اللي حسيت اختي كان عند السحر انا اقول يعني تصبح بهالشيء اللي تناولنا في هذه الحلقه المباركه يعني تاخذ ثمره 70 ان شاء الله تعالى باذن الله زائد سوره طه مده 7 ايام ان شاء الله وما تقلوش الكهل ديالها يعني يبقى ضروم لا 7 ايام ان شاء الله وتشرب من هذا الماء اللي تقرا اي سوره طه وتحب الا دار فيه 7 الورقات من اوراق السدر ان شاء الله تعالى باذن الله وتشرب من هذا الماء وتج الى الله ثم بكتب لها وجهها خيبه او كذا شحال ديال الناس كيتهيئوا انهم بصفه معينه وكيظهروا للناس بهذا وهو على عكس ذلك بالعكس كون هي ما شاء الله وكذا وكذا ولكن الحالة النفسية ديالها اللي وصلت العزوف عن الدنيا العنوسة الوسط الضيق كذا سبحان الله كاين أشياء دائما راه إلا بغينا علاش كنقولوا ملي كيمشي حنا ملي كتجي أنا الآن أختي عائشة نحضر إن شاء الله في شهر 10 عندي يعني تكوين أنا أعمل عليه إن شاء الله ليلة نهار الآن وأرتبوا مع جهات معنية في هذا الأمر اللي كيعملوا يعني فورماسيون للناس تدريبات حنا الآن نريد أن يعني نبداو بتكوينات ندربوا فيهم الراقي ولا الراقي كيفاش يكون خصو يكون عنده علم يعني يلم شويه غير شويه بعلم النفس والطب العضوي والشريعه والرقائق كيفاش يرفع المعنويات ديال المريض ويعرف يحدد الحاله على فما يقدروش نفسروا اي حاله غير هكذا حتى يشوفوا الوسط ويشوفوا هذا الانسان ومناخ والعمل والسن وكذا نعم دراسه بحثيه نعم. يعني الا ما كانش شي راه حنا غادي نبقاو غير كنركلو واسال الله يعافينا وعافي امه محمد امين يا رب. سلام اختي لاباس عليك لاباس الحمد لله عافاك انا سليمه من تمارا في عمري 33 سنة ومازال مسها الله عليا وما عمر حتى واحد جا للدار اذا اسال الله عز وجل اختي عائشة هو يوهب انا فهمت اسال الله هو يوهب الجواب الصالح ان شاء الله تعالى باذن الله وتعلم يعني اي اخت راه الله العظيم الله عز وجل خزائنه مفتوحة والله عز وجل الملك كله بين يديه واش الله عز وجل غادي يعززه شيء في الارض ولا في السماء حاشا لله عز وجل الله عز وجل شي الرجال والصحه والمال وكل شيء العطاء كله في خزائن الله عز وجل سبحان الله كله وبيده مفاتيح يعني كل شيء لا الغيب ولا خزائن السماء والارض كله بيد الله عز وجل سبحانه وتعالى فهو قادر ان يعطي ولكن لحكمه يعلم شوف الاخت عائشه لو كشف الحجاب لرايت العجب العجب شحال من حاجه انا عرفت يعني أخت مسكينة فاضلة وتوفيت من يعني من سنين رحمة الله عليها والله أحبت رجلا حبا جما وسبحان الله عندما كان هو سباب وفاتها سبحان الله ولو يكشف لها عن
حجاب الغيب سبحان الله ما تجوش به ولو عطوها يعني كنوز الدنيا. ولكن لحكمة يعلمها الله عز وجل. إذا تأخر على شيء أخت الجواج راه سبحان الله صبري راه حكمة يعلمها الله وقاد الله عز وجل يعطيك. وكم سمعنا أخوات جوعدني تجوجت في الخمسينات وفي الثمانينات وأنا ما كنقولش ما كان فيش على الناس يا ربي تجوجوا في 20 و 30 إن شاء الله وأقل وأقل. صلى الله عليه وسلم جوج صالح إن شاء الله يا رب. وسؤال آخر فالإجابة ديالو أكيد راه واضحة. قال لك واش تفوسيخة تبطل السحر؟ تفوسيخة يا أخي ما تفوسيخة كيقولوا لا أنا كنقولوا إن شاء الله تعالى الناس إذا أحس يعني مكروه يعني وجدوا شيء أشياء في البيت من رش أو شيء حاجة هكذا. وأنا كنقول إن شاء الله رفت حلقة الأتي إن شاء الله سواء مع أخت عائشة أو سلمى إن شاء الله نطرقوا شنو هو السحر شنو هو الأوفاق شنو الجداول. هاد الناس اللي كيخوفوكم من هذا الشيء غادي نقولوا لكم شنو هي. وبالتالي عود الإنسان إلا كيلقى شي جدول ولا شي ورقة يبدا يعرف شنو هو وكيفاش يفكها بإذن الله عز وجل. ما يتخوفش من هاد المسائل. ثم الفاسوخ ولا كذا أركو كان الخوخ يداوي كرة دورس ما بحيث إلا درنا العود. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ثلث ماله ينفقه على الطيب. رسول الله كان يحب الطيب يعني فإلا درنا العود ولا كذا فهي مضادة لهذيك الأشياء الخبيثة اللي كترمى علينا البيت أو كذا ممكن. وحتى نقولوا الناس راه ما مسالينش باش يبقاو رميو علينا راه الوسواس في راسنا والله يشافينا جميعا أمين يا رب. غادي نقرأ رسالة أخرى قبل ما نمشي نحرر مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا مريضة بكرة يعني داخل الرحم أعطيني نعم شي حل ولا شي اسلوب باش نتشافى ان شاء الله. انا اختي كنقول لهاد الاخت ديالي تستعمل الدواء ديال الطبيب وتتبع الارشادات ديال الطبيبه ديالها ولا كذا. وثم بالتالي هاد الكره ديال ذكر الناس يعني كاين اللي عطاهم ادويه وبشات باذن الله كاين اللي داروا لهم عمليات وبشات باذن الله. لا ما تخشم حتى حاجه ان شاء الله تعالى. بالتالي ثم اذا كان الخل انا اختي لست طبيب يعني في المسائل ولكن كنقول لك انا عيري انا انطلق من منظور الطب النبوي لا اقل ولا اكثر. ليس لي علم بهاد الاشياء الطب هاد العلم عند الطبيب المختص فيعني ما تخافش منا ان شاء الله تعالى باذن الله ديال الكره ولا كذا. لكن انصحوا الا كان الخل البلدي مش اللي كنصيبوا في الدار اللي كتطلع فيه واحد لاصيديت واحد الله نقول الا صيبنا في الدار ما كنحرصوا مي الخل اللي كيكون دايز في المختبر وعنده يعني ترخيص وكذا وعند الباعه راه معروفين تاخذوا راه مفيد للحوايج اللي كيكونوا هكا من الولاسه سبحا كنقولوا بعض الاورام ماشي خبيثه والعياذ بالله هذاك راه مفيد لها ان شاء الله تعالى باذن الله. واستعن بكتاب الله عز وجل ومنها فاتحه الكتاب. نعم تحط يد على المكان الذي يألمها وتقرأ فاتحة الكتاب وتقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني سبع مرات. ثم عند دعاء آخر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حبذا إلا درت كل إلى 40 مرة فهي مفيدة سبحان الله العظيم. فما يعني هي يعني ما تدخلش في واحد الحويش هي مفيدة فقط إن شاء الله. الله يشافيها ويشافي جميع مرضى المسلمين. غادي نستقبلوا مكالمة على 0522-36-10-36 أبو ريان من مدينة فاس. أهلا بك أبو ريان. السلام عليكم الأخت. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكر ربي فضل اللي معك. الله يجزيك بخير. الله يجزيك بخير. شكرا يا أخي. بغيت نهضر معك أستاذ. الله يخليك. مرحبا أخويا. الله يجزيك بخير. عندي واحد الحالة الله يرحم الوالدين. مرحبا أخويا. بعد العصر فهمتيني؟ نعم أخويا. بعد العصر ديما كيتزير عليا الحال وكيبقوا يجوني الدقة ديال القلب ديالي بزاف. نعم أخويا. فهمتيني؟ كتزير تيضيق بيا كاع الحال. نعم. ورغم ذلك زعما كنت نقول ربما يكون القلب اللي فيه حاجة مشيت لعند طبيب القلب دوز المسائل كل شيء اوريك عندك. الحمد لله. وليت عاوتاني استاجرت واحد الطبيب ديال الاعصاب وداك الشيء ورغم على ذلك تبعت معاه دابا مده 4 شهور هادي والو ما كان حتى شي نتيجه. نعم خويا نعم. وهذا الشيء تيوقع ليا من بعد العصر وانفورمي تندخل الدار بالليل تنحط راسي على الخديه تنزير. نعم. بزاف شويه في الصدر ديالك. الصدر ديالي مع القلب ديالي كتكد الحمد لله مشي وقع ليا دقه القلب تيولي تيضربوا بزاف لدرجه انني خصني نخرج نشم الهواء فهمتيني. نعم. و... نعم سيدي. شوف خويا الله يطول عمرك انت الاخ ديالي انا بعدا غير بغيت نرشدك حاجه واحده اخرى. الا مشيتي عند الطبيب ولا طبيبه ديال الغدد خصو يشوف معاك راه كيعيب الفحص السريري عيد قبل غير الفحص يداوي بيدي. نعم. راه غادي تولس يمشي لك العنق ديالك وغيشوف لك لي تيغويد يعني القواطره. هاد القواطره كدير هاد المضاعفات وسبحان الله العظيم يعني كان يعني انا يعني خديت واحد الدواء يعني كنت من قبل جا من بلد يعني بريطانيا. نعم. سبحان الله دي بانادول موجود عندنا هنا في الصيدليه لكن سبحان الله هاد بانادول يعني خلاني نوقف معاه سبحان الله فيه يعني 4 المراحل ديال الشرف اليوم فيه النوع اللي غادي نستعمله هو يعني علبه واحده فيها واحد الحبات اللي خصنا نستعملوا في الصباح فيها اللي نستعملوا في 12 اللي نستعملوا في العصر اللي نستعملوا في الليل يعني سبحان الله العظيم كيحدث عندنا واحد التغير
في الجسم ديالنا يعني من وقت لوقت في اليوم. فسبحان الله العظيم انا كنقول هذه الاوقات اللي كتقولوا كاين بزاف الناس كيقول لك انا كيجيني مع المغرب او كذا، انا كنقول لك رجع ليا بعد اولا الطبيب ديال القواطره. شوفوا يعني الا ما كانش عندك لي تيغويد اخويا تحاول تصل علينا مره اخرى، اولا غادي نقول لك من هنا غادي دير واحد الايات ان شاء الله تعالى من كتاب الله عز وجل وهي الرقيه، يعني ان شاء الله راه ما تبقاش عندو هذه الحاله، حيت ما يمكنش يعيط طبيب واحد غادي يحسم لي في المساله. نعم لا بدل زيارات لا لا يزر واحد واثنين وكذا هذا بشي. وانا هذه الحاله اللي كيقول الاخ عوزها القواطره وخصوصا اذا كان عنده جحود في العينين او تعرق في اليدين كذا وفي الليل عاوتاني ودقات يعني اعراض باينه باللي تقدر تقوطر والله تعالى اعلى واعلم. نعم نعم. اذا مكالمه اخرى من مدينه القنيطره نستقبل جميع المستمعه الدريسيه. اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخت الدريسيه تفضلي. اختي الله يخليك بغيت نقول لها الشيء اللي كنحس به من العصر النور الله يرحمكم الوالدين. نعم لله نعم. يعني انا اول مره مشاركه معكم. مرحبا بك. يعني انا يا دائما كنكره دارنا بزاف وانا مجوجه مطلقه دي من 2009 وليت كره الخدمه تنكرهها. يعني اختي نسمع لك واحد الوحده من 2009 طلقتي؟ من 2009 وريحتي في داركم بقيتي مريحه؟ دابا انا في دارنا. نعم كملي اختي. وانا الاعراض اللي كنحس بهم بزاف يعني وليت كن اي حاجه تنكرها في دارنا. نعم. الخدمه اللي كنكرهها. نعم. بنتي اللي كنكرهها حتى حاجه ما بقات كتبالنسبه ليا حتى شي حاجه. نعم اختي. وهذا الشيء كان يعني كنحس باي حاجه كتضيق ليا في الستر ديالي. نعم نعم اختي. ومورا العصر اللور يعني كنصيب الارض تفاجر ندخل وسط منها. نعم اختي. هذا الشيء اللي عندي. نعم هذا الشيء اختي انا الا بقيت معاك الحاله انا كنربط الحاله ديالك النفسيه من 2009 طلقتي مشيتي للدار كنعرفها اي امراه مسكينه حيت راه ما كيرحمها لا المجتمع ولا كذا. ملي كتمشي هذه المراه مسكينه كتمشي للدار ديالها وما كتلقاش لا وبلعا غير مع دخوتها وباها فين مشيتي وفين خرجتي وفين تمكنتي. هذه وحده. ثم بالتالي هاد الاخت هذه مضاعفات يعني كتحس خصوصا الا ما كانتش مسكينه عندها وليدات او بالاحرى عندها اولاد وجات بهم هذه طامك وكبره كيعود كل شيء نافر منها ومالك وجبتي لينا كذا. فالمحيط ما كيرحمهاش والوسط ما كيرحمهاش والله اكبر. هذا الشيء خصو يتعاود فيه النظر وكيفاش يعني الرأفو بالمرأة راه هي مسكينة ما دارتش. مثالي هاد الأخت بدات عندها تنتابوا هذه الأعراض وسببت لها حالة نفسية وحالة اكتئاب راه يعني راه العنوان بين من الرسالة ديالها. فبالتالي هاد الأخت طرات عندها هاد المضاعفات ولا كتقول لك أورا العصر. أنا كنقول لك يعني يلا ذكرت غير آنفا راه قلت لك أدوية سبحان الله العظيم تتفاعل مع كل وقت. يعني المزاج اللي عندنا في الصباح ماشي هو في العشيه. سبحان الله يتسيقد في الصباح ما كتكونش عندك حتى رغبه في الكلام بزاف كذا حيت في نص النهار ولا كذا عندك. فالناس يعني بالثقل هي دابا كتعيش واحد المرحله واحد الالام وكذا. فدائما الناس اللي كيجيو هذا الوقت ديال العصر تيحسوا بالام وكذا من نهاك اليومي وكذا. فاسال الله عز وجل ويعجل لها بالشفاء والى يعني الا بذكر الله تطمئن القلوب. الى حاولت هي تطمئن نفسها وترجع الله عز وجل وتعرف بالله راه ما اصابك لم يكن ليخطئك راه غادي تثبت ان شاء الله نفسانيا. نعم ونعم بالله. هذا غادي نمروا نقراوا نعم. رسالة أخرى سناء من دار البيضاء شكرا بزاف الله يجازيكم بخير. الله يجازيك بخير أستاذ. نعم. دعي معايا بالهداية والصبر. أسأل الله عز وجل هو يثبتنا وإياها وجميع المستمعين ويرزقها الصبر. ويقول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وغدا يوم القيامة يؤتى بأهل البلاء فيصب عليهم الاجر صبا يعني بيت المطر. وسبحان الله العظيم ينادي مناد يوم القيامه على رؤوس الاشهاد غدا يوم القيامه فيقول اين اولو الفضل فيقوم اناس كثير فيقول يعني انا المتحابون في جلال الله فيقوم اناس كثير لكن فيقول اين اولو الصبر فيقوم اناس قليلون فيصب عليهم الاجر صبا من عند الله عز وجل. وراه دائما الصبر الحاصل ديالو الحصد ديالو هو الخير والفلاح ان شاء الله الدنيا واخره. نعم نعم اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عندنا وليد عنده مرض توحد واش يمكن تفيدونا بشي حاجه؟ مرض التوحد اخت عائشه يعني للاسف الشديد هو ظهر في الاونه الاخيره بكثره. نعم. وسبحان الله العظيم يعني احنا باقي ما عندناش واحد الثقافه أسروية يعني بشكل اللي خصو يكون مطلوب مع هاد الحادثة والعلماء. وسبحان الله احنا بعاد كل بعد على هاد المسألة. فيعني سبحان الله العظيم كيكون عندنا الوليد ولا بنية وهو في مرض التوحد من الصغر ديالو احنا ما جبناش ليه الخبر. فيعني هذا الغياب الأبوي في, 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 في الأسرة. فملي كنديوه يعني للمدرسة كيحسوا به يعني المدرسين ديالو أنه ما عندوش تواجد.
فسبحان الله ديما هنا كيبداو يقولوا له هذا الولد ما متابش كذا كذا الى اخره، فكيلقاو عنده مرض التوحد، وهذا الشيء خصو يكون يعني خصو يكون سابق الاوان ديالو قبل ما يحصلوا في هذه المساله. فمرض التوحد عنده جمعيات مختصه في هذه المساله وتم اختي بالتالي يعني كاينه دراسه الان على قشر الرمان، لكن ما غاديش نعطيها حيث يعني ما كي من بعد البرنامج كيتصلوا عليا الناس بزاف كيبقاو يقولوا لي هذه، وانا ما نكذبش عليك اختي عندي اوبيراسيون على الاذن ديالي ما كنتحملش الكثر الهضره. فكنقول حتى الناس الله يخليهم اللي اتصلوا عليا من بعد البرنامج راه كيرهقوني بزاف، يقدروا يقولوا لي علم مفيد الله يخليهم بخلاصه الله يرحم الوالدين. وبالتالي انا راه ما عنديش مركز الا الناس اللي مساكن عندهم شي حالات واستدعوني، انا كنمشي عندهم وكنطلب حقي لانه يعني كل خادم اجره كنمشي عندهم وتنبذل مجهود وكيجيب الله التيسير، وخصوصا الا كانوا في الدار البيضاء او لي ريجيون ديال الدار البيضاء اللي محتم كان محمديه او رباط او سلا وكذا. فما يبقوش يرهقوني بزاف شحال من وعد والله العظيم اللي كيبقى عندي التيسير حتى 12 الليل يعني لا يعني ما نبغيش هكا. وسبحان الله ما كان رد حتى واحد ما كان رد حتى واحد يعني كيبقوا فيه الناس. فلهذا انا ما بغيتش ندخل في هذه المتاهات، اسال الله اللي شافي وراكي الناس اللي كيتبعوا هذه الحاله ديال هذا المرض التوحد ان شاء الله ما عنده. الا جينا نذكروا بزاف حتى من التغذيه يعني صعيبه صعيبه عنده واحد التغذيه حتى من يعني الحبوب اللي كيتناول يعني من 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 القمح وكذا كيفاش خصنا واحد النسب وعنده مواد اللي خصو ما يتناولهمش هذا الولد اللي عنده التوحد. فسبحان الله العظيم هو كيكون شويه صعب شيء ما. وإلا بغينا نتذكروا في هذا الشيء غادي نفرضوا لي يعني اكثر من 20 حلقه وما نستوفيش حقه. اسال الله ان يشفيه يا ربي يا مين ان شاء الله، وراه كاين الشفاء ديالو ان شاء الله، راه كاين ان شاء الله باذن الله. السلام استاذ الله يجازيك بخير. كيف يعني كيف يمكن لي نعالج نفسي من الوسواس القهري وكنحس قلبي كيضرب بزاف وفيا الخلعه؟ الوسواس القهري اختي ها هو كيقولوها الناس، الوسواس القهري كيبدا بشويه غير يعني هكذا هذه شويه يعني بشويه كيتنقل مراحل حتى كيوصل لدرجه وسواس القهري. الوسواس القهري كيفاش كيحدث؟ كاين المراه مسكينه اللي تتلقاها تشتغل بزاف تتنقي بزاف، كاين الراجل اللي كيصلي يعود الصاله سديت الباب ما سديتوش يعني نوض في الليل يعني الوسواس والشك في كل شيء كيعود وسواس قهري. لما سمي قهري؟ لانه قهره صاحبه يعني مسكين كيبدا يبكي وهو باغي يخرج من الحاله ولكن مقضي. فهنا يتدخل الطب، اولا كيعطيهم مهدئات باش الانسان كيسد كينسى شويه الوجود ديالو وكذا وهذا، وكاين الى عاود ثاني طغات بعض المواد كاين فيها نقصان الدوبامين الادريالين كذا، هذه المسائل راه الطب كيعرفها يعني حنا هاك كنمروا مره الكرامي عليها. لكن اول ابتداء وقعدنا الحالات وجاونا الناس كنتبتوا من الله وقول لا اله الا الله بكثرة والمعوذتين كتحسن الحاله ديالها. فحيث ملي كيوصل هذه الدرجه انا كنصحو يمشي للطبيب ان شاء الله ثم يدير الرقيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. استاذ نظرا لان ما بقاش الوقت بزاف فحبذا لو يعني قلت لي انا غادي نطمئنوا المستمعين الكرام بالنسبه لان التمر ديال العجوه انهم قليل في بلادنا وحتى الا كان موجود كيكون موجود بواحد الثمن نعم باسعار باهظه. اذا نبشر المستمعين الكرام واش كاين التمر ديال البلد؟ نعم ممكن اختي الناس ياخذوا التمر ديال البلد مفيد الحمد لله. وسبحان الله العظيم حنا حتى في الطب البديل يعني ما يمكنش. انا شفت واحد السيده ديك النهار يعني كيطلب واحد العشبه من بلد نائي علينا جدا. قلت له علاش هذا الشيء كله التكليف ديال المصاريف باش يصيفطوا كذا، مي تاخذ نبته عندنا هنا في البلاد مفيده يعني نداوي كل مريض بالنبته ديال بلاده فهي الياق لشفائه ودوائه باذن الله عز وجل. ما نحاولوش نجد فالتمر الموجود عندنا الحمد لله، عندنا المناطق الجنوب غنيه بالتمور ان شاء الله تعالى باذن الله، وراه دائما النبته ديال بلادنا هي اللي فيها الشفاء. ولكن كنقول عاوتاني مشينا للبلد الطاهر مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبه، اسال الله واش نوصلوا لها يعني باش نوصلوا لها جميعا ان شاء الله ما يحرمنا الله من ذاك المكان. الا كنا العجوه تما وضلعنا من الماء زمزم فهو الياق للشفاء وما شاء الله فيه نور نور على نور ان شاء الله تعالى باذن الله. هذا هو الخاصيه ديال التمر وراه فيه يعني خواص كثيره وراه سبحان الله العظيم حنا ذكرناه بخصوص الامراض الروحيه اللي كنتذكر عليها ان شاء الله تعالى باذن الله. وهو اللي غادي ينبثق لنا من هذا الموضوع، غادي يفتح لنا المجال على حصص اخرى كيفاش نتكلموا على حالات ديال الصحه اللي كيتخوفوا من الناس وكيفاش يعالجوها ان شاء الله بهدوء وبسلامه وما يكبروش من الشان ديالها. نعم، اذا على اي استاذ فهد التمر يعني التمر العجوه ما شاء الله اللي من الشجره المباركه اكيد انا كت يعني كتحمي او لا كيكرهها الجن والشياطين ربما يعني ما نقولش هكا يعني كتحدث هذه الهاله وهذا الطيف الازرق اللي هو
مضاد لدى بشكل اخر اذا كان في الوقت بقيه. نعم مازال عندنا واحد جوج دقائق تفضل. نعم سبحان الله العظيم نشوفوا مثلا كاين يعني غادي نرجعوا للسياق ديال الايه وهذا يعني تثبت نبوءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الاعجاز اللي ذكر لنا على تمر العجوة او التمر بخاصه. يعني فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ها وحتى موسى بدوره فاذا حبال معصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. فحتى يعني تخيل لي وهذا سحر التخيل. فسبحان الله هذه الخاصيه ديال الاكل ديال التمر يعني كتعطينا الطيف اللي هو مضاد لها التخيلات اللي كتجينا في الدماغ ديالنا عن طريق هذا السحر اللي ديال التخيل. لان السحر فيه يعني المركب فيه المكتوب فيه ديال التخيل فيه ديال في انواع كثيره. وعلى فكره راه ما كيقول يعني انسان هذا يعني دجال او يعني شي واحد كيسخر الجن، هذا كاذب. التسخير الجن كان في عهد سيدنا سليمان عليه السلام، لانه واش قال الله عز وجل؟ ربي هب لي حكما لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فشي واحد يقول لك أنا كنسخر الجن، لا كذاب. اللي كيفاش كيتسخر له الجن؟ ماشي كيتسخر، غير كيقدم له هاك وآرى. بهذا المفهوم اسمحوا لي، هاك وآرى. علاش؟ أنا أقدم له شركيات مقابلة، أقدم له طقوس. راه هذا الشيء اللي غادي نفهموا الناس. راه نقول لك عبدة الشيطان يسوون أشياء أكثر ما يسوون السحرة في العالم بأجره. عبادة الشيطان لأنهم قدموا طقوس وقرابيل الشيطان فهو كيخدمهم وكيعطيهم أشياء والعياذ بالله. وهكذا يقوم الساحر. وهنا راه وجد في الديار المقدسة من سحرة ما غاديش نذكروا الأنساب ديالهم وكذا، يعني يلقاهم كيعبتوا بكتاب الله عز وجل، كيشربوا الدم المسفوح، كيديروا أشياء اللي كثيرة باش يخدموهم الشيطان والعياذ بالله. وهذه أنواع من السحر ويقع على إثرها السحر. وأسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافيكم. آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والسلامة والعافية. شكرا لك الأستاذ فؤاد فرقاني الإدريسي. شكرا لكم مستمعينا الكرام. شكرا لك الأخ والزميل مهدي في الإخراج. هذه عائشة من وراء الميكروفون تحييكم في أمان الله.